دكتور رشاد عبد المفكر الاقتصادي رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديه. مساء الخير يا فندم. اهلا مساء الخير. هل يا فندم يصلح ان الانسان يقارن ارقام ماديه السنه دي بالسنه اللي فاتت؟ ما هو طبيعي ان الدنيا غليت وان الرسوم ممكن تكون زادت، فمش هنركز في الرقم، لكن فكره 11% 11.6% اعتقد ان دي وسيله محترمه للقياس. بلا جدال، وهو طبعا لازم اقيس. طب اقيس بازاي؟ اقيس بالمقارنه بفتره مثيله. طب الفتره المثيله منين؟ اللي مشابهه من العام الماضي. فده عرف عالمي في درجات القياس. تمام. اني لما بحب اسال لك، حتى لما بتكلم عن التضخم اقول ايه؟ مقارنه الشهر ده بالشهر المثيل من العام الماضي. وعشان كده ده مهم قوي ان اقول هل الاوضاع بتتحسن؟ بلا جدال. طب ليه؟ الشيء مهم كنا نعرف برضو الكورونا وتزايد الكورونا، الحمد لله مع تواجد اكتر من اللقاح ابتدت الامور تمشي، ابتدت الطيران يتحرك، ابتدت التجاره تشتغل، ابتدت المصانع تشتغل، وبالتالي قناه السويس بتخدم على ايه؟ حركه التجاره الخارجيه العالميه. أي. ومن ثم مع تزايد حركه نشاط المصانع ابتدى يبقى في حركه تجاره اكبر، وبالتالي عبور اكتر واستثمار اكتر قناه السويس. ولاحظنا لما على سبيل المثال الايفر جرين المركب اللي شحط في قناه السويس، الناس قالوا نعمل ايه؟ قالوا نستخدم كده راس الرجاء الصالح، اكتشفوا ان ده وبال. ليه؟ لان الرحله اللي بتاخدها هنا في ساعات خدتها في 23 يوم. وبالتالي العالم كله ادرك اهميه قناه السويس، ومن ثم المرور في قناه السويس مهم جدا. طب ما دام بقول مصانع بتشتغل، يعني ايه؟ يعني النفط والبترول ابتدى الضغط عليه والطلب عليه يتزايد، عشان كده شفنا اسعاره زادت ازاي. وبالتالي انت النهارده قناه السويس دي بيعدي منها 21.2% من البترول بتاع حركه البترول بتاع على مستوى العالم. فكل ده بيفرق كتير. وعشان كده لاحظنا برضو لما تعطل قناه السويس شويه صغيره البترول ما انسابش كتير، الاسعار زادت في كل اوروبا. وبالتالي قناه السويس شريان مهم جدا. ايوه، رغم ان برضو انا عايز اطمنك واطمن الناس ما زادتش رسوم قناه السويس، انما ده كله نتيجه نشاط وحركه التجاره الخارجيه اللي قناه السويس بتخدم عليها وبتساهم في حركه تنميه الاقتصاد العالمي من خلال توفير للوقت والتكاليف. طيب هستاذن حضرتك في نقطتين بيؤدوا لنفس الغرض، وهم الاستعدادات اللي بتعملها هيئه قناه السويس والمنطقه الاقتصاديه من اللوجستيات، من التوسيع، من زياده الغاطس، من كل الجهد، زياده العلامات الارشاديه. والناحية التانية طبعا الرد الفعل الدولي بقى تجاه هذه الزيادة اللي احنا بنعلن عنها النهاردة. هل ده يعني يسبب اقبال اكبر على قناة السويس؟ احنا شفنا زي ما حضرتك تفضلت انه لما شحطت او جنحت ايفر جرين السفن فضلت مستنية، محدش قال لا مش هنيجي، وحصل انجاز عظيم في حل المشكلة وفي تسهيل عبور السفن اللي كانت منتظرة. الأهم من ده كله، هل هناك بديل لقناة السويس على مستوى العالم؟ أنا بقولك لا. طلع كلام كتير الفترة اللي فاتت، ده أصل فيه القناة اللي هتتعمل بين روسيا وكوريا. بقولك كل ده كلام. إسرائيل هتعمل إيه وتستخدم نهر الأردن؟ بقولك كل ده كلام. قناة السويس شريان رائع، بيوفر وقت وتكاليف كبيرة جدا للعالم كله. صحيح. ومن ثم الطلب على هذا المنتج الرائع عالية جدا. أيوة، وكل ما بتزيد حركة التجارة وكل ما بيزيد نشاط الاقتصاد العالمي، كل ما حركة ودور وأهمية قناة السويس بتتزايد. علشان كده الشاطر بقى اللي يستفيد من الأحداث ده، قناة السويس بتجيب لنا دخل، لكن احنا طلعنا شطار. بنقول ايه؟ جزء من الرسوم بتاع قناة السويس ديت انا بجيب بيها احدث المعدات العالمية وبستثمرها في قناة السويس. وعشان كده شفنا لما شحطت المركب ايه اللي حدث؟ لان عندنا اجهزة وتكنولوجيا متقدمة جدا. بعد ما كان في جرايد متخصصة ومراكز ابحاث متخصصة بتقول هتقعد شهور، قعدت 5 ايام. ليه؟ لان عندك الاجهزه الايجابيه، واحنا ما زلنا لغايه النهارده بنجيب احدث الاوناش، بنجيب احدث الاجهزه عشان نقدر نخدم وتبقى قناه السويس دائما قناه فاعله. هقول لك اجمل من دي، الشاطر اللي بيحول الازمه الى ميزه. صح. يعني لما شحطت المركب دي
أدركنا شيء. هي ليه اتعطلت؟ لأن كان عندك اختناقة صغيرة في المدخل قناة السويس، فالمركب شحطت الجزء ده فوقف قناة السويس. ليه؟ لأن لو كانت حارس القناة القديمة هشغل الجديدة، لو كانت جديدة هشغل القديمة، إنما كانت في المدخل وقفت. النهاردة بنعمل توسعات كبيرة جدا في مدخل قناة السويس، بحيث أي مركب لو شحطت لا ولن تؤثر على حركة العبور في قناة السويس. طب معلش يا دكتور أخيرا، يعني حضرتك بس نحاول نحط نفسنا مكان اللي كانوا عمالين يقولوا دي حتة ترعة وإيه لازمتها، وخدتوا 70 مليار من المصريين وزيها زي قلتها، وأصلا الناس هتلف من حتة تانية، ودي تعملوها رايح جاي يعني ملعب وكل الهكس ده. يعني لو حطينا نفسنا مكانه من النهاردة، ماذا نشعر وإحنا جبنا زي ما سيادتك تفضلت إلى جانب أعمال التوسعة واللوجستيات، جبنا أغلى وأفخم كركات في العالم حتى بعد شحط إيفر جرين، لما سيادة الرئيس قال للفريق أسامة ربيع أغلى وأهم وأحسن حاجة تبقى موجودة لو عصت أي معدات؟ ده كلام مظبوط جدا. شوف، من حيث المبدأ، لما تيجي تقول لي إن في أعداء لمصر ما بيحبوش مصر وكارهين مصر، لو عملت ايه هيقول لك اصله وهيصطاد. عشان كده تلاقي ايه التراث المصري القديم الجميل المتمثل في الامثال الشعبيه بيقول ايه، ده ما لقاش في الورد عيب الاحمر الخدين، لازم فيها عيب. فدول هيقولوا، لكن زي ما حضرتك بتقول بقى، الارقام هي اللي بتكذبهم، التطوير هو اللي بيكذبهم. قناه السويس دي في عز الازمات بتاعه الكورونا والمصانع متوقفه، الرسوم ما نقصتش. ليه؟ لانها مهم قوي، شريان مهم جدا، ما حدش هيعدي غير من هنا. فده كله شيء مهم جدا، ان استثمرت دي وعملت ميناء جديد، ميناء شرق بورسعيد. الميناء ده كانت منظمه الملاحه العالميه قالت ده واحد من افضل 10 مواني على مستوى العالم. حركه تجاره الحاويات بقت انت مركز رئيسي فيها. الاهم من ده كله، عملت بقى الانفاق اللي رئيسك اللي كان بيتكلم عنها، حضرتك بتتكلم فيها في البدايه، الافتتاحات بتاعه الانفاق، البشاير بتاعتك امبارح في 6 انفاق هيتعملوا، والمزارع السمكيه وربطنا بالمجتمع الام، و كل التطوير دوت لدرجه ان بعض انفاق فيها هيمشي فيها سكه حديد عشان انسيابيه حركه البضائع والمرور ورجال الاعمال والعمال والعاملين. كل الكلام طيب ده معلش يا دكتور، شيء نقله كبيره. خطر ليا برضو سؤال مهم دلوقتي، العاملين في مجال السياحه مثلا بيقولوا احنا عايزين بقى نبتدي نرفع الاسعار، علينا طلبات كبيره قوي. يعني لو حطينا الموقف ده طبقناه على قناه السويس، وحد يتساءل يقول لك طب ما رفعتوش ليه الرسوم اذا كانت الطلبات عالية قوي كده وملهاش بديل في العالم، ومتوقع انه يوصل الارقام ل 18 مليار دولار بنهاية السنة مثلا؟ اقول لك لا، لان الذكاء والعلم والاقتصاد بيقول ايه؟ بيقول انا عندي ميزة تنافسية، ان انا بوفر وقت كتير وتكاليف كتير. طب لو رفعت التكاليف بتاعتي قوي، هل من الممكن شركات عالمية وتوكيلات عالمية تتحول الى امور اخرى؟ ممكن، وارد. فالذكاء انك انت، وعشان كده الاقتصاد بنقول ايه، في نقص ما نقطه التوازن. ان ما اخلش حاجه على حساب حاجه. لو رفعت السعر قوي ممكن يبقى في تحولات، لو خفضت السعر قوي مش ميزه، لان الايرادات هتنقص. فايه النقطه الوسطى الذكيه جدا اللي تخلي كل التوكيلات الملاحيه العالميه تجيلي وما افقدش حاجه منها وازود ايراداتي من الاسعار؟ اشكرك جدا يا فندم دكتور رشاد عبده، المفكر الاقتصادي الكبير، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديه.